متابعينا الكرام، حضورنا الأعزاء نتواصل مع الشوط الثالث وهو الثاني للأبكار الحقائق لمسافة 3 كيلو متر. ها هنا نحن نتابع مجريات الشوط أول بأول. هنا المشاركات المميزة لأبناء القبائل للتنافس المشرف على شرف الناموس. هنا يتواجدون في أرضية ميدان الرقعات برنس الميادين بقوة وبحضور وبإبداع. فنسير مع هذا الشوط لنفتتح الإذاعة برموزه أحمد محمد بن قنون الدرعية. أما المركز الثاني فهي العبرة هناك لعبد الله بحري بن نوبية العامرية. يا سلام صاحب الشوطة الرئيسية الجعدان. المركز الثالث غاية رغش أحمد بن خيرات العامرية. المركز الرابع عندنا راعي نوادر سعيد معيوب بن سالم الدرعية. المركز الخامس هناك نتجول مع مسار ومجريات الشوطة فنجد العدلة سالم حمد بالدليلة العامرية. والمركز السادس عندنا راعي المدينة لحمدان بن سليمان محمد الدرعي بن الشتوية. هذا ندانا على الست المراكز الأولية. نتابع التحركات والشعارات والأوضاع أول بأول لنحط الرحال قدما وساقا على رموز حمد محمد بن قنون الدرعية ومنافسة غاية رغش حمد بن خيرات العامرية والعبرة عبد الله بحري بن نوبية العامرية. يا سلام الشوط، هناك به تحركات وتغييرات وتبديلات إلا في المسار، في مسار الشوط فلا زال هناك ثبوت قوي من شعار أحمد محمد بن قنون الدرعية. نسير للمركز الرابع نستلم شعار جديد وصل الآن راعي مواري سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعية والراعي المدينة حمدان بن سليمان بين محمد الدرعي بالشتوية. تعدينا الكيلو متر الأخير، ما شاء الله تسلل واضح من قبل مواري سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعي. مواري تشن الهجوم وتبدو الطوارية من الجانب الأيمن تقلب موازين الشوط. يا سلام على مواري، ما شاء الله. هناك سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعية يغود مسيرة الشوط. مركز الثاني المدينة حمدان سليمان بن محمد الدرعية. هناك المركز الثالث نتابع فيها العبرة عبد الله بحري بن نوبي العامرية. المركز الرابع نوادر سعيد معيوب بن سالم الدرعية. المركز الخامس راعي غاية رغش بن خيرات العامرية. نعود إلى نوادر ونعود إلى مواري. مواري مواري تعلن الطوارية في الصدارة. سلام يا سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعية. المركز الثاني نوادر سعيد معيوب بن سالم الدرعية. حضور قوي في هذا الشوط، بدأت التحركات ولا زالت مواري معلنة الطوارية. سالم بن ثعلوب بن سالم الدرعية، بينما هناك قدوم نوادر سعيد معيوب بن سالم الدرعية. ثنائية ثنائية بن ثعلوب بن معيوف، الله الله، وين الناموس؟ بن معيوف قادمة، بن ثعلوب صامد، بن معيوف يقلب موازين الشوط. سلام والناموس الراعي نوادر. نوادر تلتهم الكوادر. سعيد معيوب بن سالم الدرعي التوقيت يتحطم تحت أقدام نوادر لسعيد معيوب بن سالم الدرعية. 4 دقائق 26 ثانية
97 جزء من الثانية. نعم التوقيت الأفضل لحد الآن المركز الثانية كانت من نصيب شعار سالم بن ثعلوب الدرعي اللي هي مواري المركز الثالث. كانت فيها غاير غش أحمد من خيرات العامل المركز الرابع. كانت سحابة راشد سلطان سالم الدرعي المركز الخامس. كانت فيها العبرة عبد الله البحري النوبي العامل المركز السادس. 11 اللي هي المدينة حمدان سليمان محمد الدرعي.